السلام عليكم. تغيرت ملامح العالم، الصلاة في المساجد توقفت ثم عادت لكنها لم تعد كما كانت، التعليم شلت بعض أركانه ثم عادت للحراك لكنها لم تعد كما كانت، الوالدين تقبيل أيديهم والجلوس عند أقدامهم بل حتى رؤيتهم حرمنا منها خوفا عليهم ومحبة لهم، ثم عاد شيئا من ذلك لكنها لم تعد كما كانت، لقاءات الأصدقاء، زملاء الدراسة والحي الذين فرقتنا عنهم هموم ومشاغل الحياة وكانت تجمعنا بهم المناسبات الكبيرة، هي كذلك توقفت وإلى اليوم لم تعد كما كانت، الشوارع والمطاعم والأسواق كلها تعطلت ثم عادت لكنها كذلك لم تعد كما كانت. الأمر لم يتوقف عند ذلك وحسب، بل فقدنا الكثير من الأحباب والأصدقاء والجيران وحرمنا حتى من وداعهم، لكن ما زال في الوقت متسع لنعيد الحياة كما كانت بل وأجمل مما كانت، فقط البس الكمامة والتزم بالتباعد الجسدي، وأخيرا خذ الخطوة، خذ اللقاح، دمتم ومن تحبون بصحة وعافية.